Check it out. Carry on. عايزين نخلق يعني ترابط ما بين الطلبة كلهم في الأول يتعرفوا على بعض في friendships بتحصل يعرفوا team leaders بتوعهم بيديهم يعني motivation أكتر أو بيديهم boost إن هم هيعرفوا يذاكروا لحد midterm والسمستر الجاي وهكذا 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 فالموضوع ده كله عملناه علشان يحسوا إن في جو friendly جوه الجامعة الانفايرمنت كلها زي ما أنت شايف friendly الناس كلها الحمد لله مبسوطة النهاردة وإن شاء الله هنعمل حاجات أحسن من كده قريب إن شاء الله Terrorista. Can do the Harlem Shake.